ترقب السالك بكثير من الأمل مزرعتها التي تحملت الكثير من الكد لتكون شيئا مذكورا تنتفع بمنتوجها، ففي سبيل وصولها إلى مرحلة القطاف تحملت قرابة 5 أشهر من مقارعة الحيوانات السائبة. بالنسبة لنا احنا هون مهددنا الحيوان نباتوا ونظلوا ونبطوا وقرياج ما ريناه اوتو وطالبينهم يعطونا قرياش، طالبين انهم يعطونا قرياش. الزراعة المطرية بين بيكة وعلى جنبات التامورة ومشكل انتهاك حرمة الحيوان للمزارع ضعيفة المنتوج أصلا، إذ لا يتعدى قدر الاكتفاء الذاتي للعاملين بها نظرا لبدائية الوسائل والآفات وتضاؤل المساحات المزروعة وغياب البذور المحسنة التي يعتبر مزارعو المنطقة أنها تكاد تكون معدومة. مشاكل بنيوية تعاني منها الزراعة المطرية بين بيكة. تاجي سنة ما وخالق ما عرفت ننتج أول تراعي فيها الله سنة جات السحاب متوخرة وقلعها من الربيع شو اللي قد نعدلوا فيها الحويشات احنا بيدينا لك سمع وانتاجها ما بعد خلي قال لهم الوزنها ما هو شيء فعلا كله يدور عدل لكن هيك قالوا البادية صمر وما رايش بار مدوا شوي غير ما هو كيف ما هو كيف السنوات الاخرى. حملت هذه رزقها على رأسها من مزرعتها وولت وجهها شطر بيتها، وربما هو الرزق ذاته الذي تقاسمه فريق الساحل مع أصحاب هذه المزارع الموسمية التي تعتمد بالأساس على الأمطار.